المشاكس المتحرك اللي عارف قدراته دي فرانشيسكو. ادي استلام والبوسني ايدن زيكو يسجل هنا بعد ربع ساعة. ادي امامنا زيكو استلم حلوة واستلام رائع. شوف الاعادة شوف هي دي كرة القدم. لكن روما الحظ الغريب اللي بيعاند روما في ثلاث كرات في القائم، واحدة لايجولان في الشوط الأول، واحدة لكروم، والكرة اللي كان منذ لحظات الحقيقة من جانب فيروتي. أدي أمامنا هنا في هذه اللقطة خافيير زانيتي ورجال طبعا نادي الإنتر. نينجولان وكرة بيروتي الشوط الثاني في الدقيقة 64. ادي امامنا بيريزيتش الكرة العرضية الخطيرة. ايكاردي يا ولد ماورو ايكاردي هو من يصنع الفارق ويسجل في الدقيقة 77. ايكاردي كنت اتحدث عن ايكاردي. ادي جماهير روما لا تصدق هذه المباراة. روما كان الأفضل ولكن ايكاردي بيتذكر الحقيقة قيمته وقدرته التهديفية. يسجل هدفين، هدف في الدقيقة 67 ثم هدف في الدقيقة 77 ليتقدم فريق الانتر 2-1 في هذه اللقطة. الانتر بينقض على روما. شوف امامنا هنا ادي بيريزيتش وادي امامنا ايكاردي. واحدة من كاندريفا لايكاردي وواحدة من بيريزيتش لايكاردي فتفوق نادي الانتر. فريزيتش قال له كمل. وادي امامنا هنا 4-4 وهجمه من فريزيتش اللي بيعدي وبيفوت وجوان اتثبت وعدى فريزيتش وعمل عرضيه والثالث ياتي هنا عن طريق اللاعب اللي بيسجل امامنا فينسينو. فريزيتش هي دي كره القدم روما يلعب ولكن الانتر بيلعب ايه؟ بيلعب مباراه تاريخيه. اذا كان الوقت لم يسمح لروما بتسجيل الا هدف وحيد لكن المره دي فيتسينو الاورجوايان القادم من نادي فيرونتينا واللي سجل ثلاث اهداف الموسم الماضي يسجل اول اهدافه ويسجل الهدف امامنا الثالث اللي